وي جيهان، صباح الخير جيهان. انت من احدى الطالبات ومجموع الطلبه اللي محاصرين الان في سومي الاوكرانيا، يعني اعطينا الاجواء. احنا كندخلوا الاسبوع الثاني على التوالي من هذا الحصار العسكري وهذا القصف اللي كتعرفوا المدينه، وقلوبنا معكم اختي جيهان، تفضلي. السلام عليكم خويا منير. كما قلت لك شحال هذه الاوضاع غدا كتعقد، وثاني كنعاود نكرر اليوم الاوضاع غدا كتعقد لواحد الدرجه اللي خايبه بزاف. يعني مدينه سومي كتعرض لواحد القصف خطير خطير بزاف بزاف بزاف. يعني انا صراحه الاصوات مابقاش كنعطي ليهم، ولكن الاصدقاء ديالي اللي كيمشيو كلشي كيقول لك راه مابقى والو، مابقى لا ماكلة والو، مابقاش عند الناس حتى من يجيبوا الماكلة. يعني حاليا اللي عنده شي ماكله في الدار كيحاول يقتصد عليها وصافي. يعني البارح فقنا على 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 تفرقيع الصباح وبعض الجوع مشاو جاو في الليل لاسيرين، كل شويه صفارات الانتار. البارح نفس الشيء صفارات الانتار كل ساعه، يعني وماشي كتكون صفاره وحده، يعني واحد جوج ثلاثه بالمرات كتوصل حتى لخمسه وستة المرات. الخوف بدا بزاف في المدينة، تقريبا كل شيء ولا خايف، قليل اللي ولا كيخرج. يعني مني شاف الناس أن راه دابا فات أكثر من أسبوع وباقي هادشي هكا، كل شيء خايف. حنا خاصنا نخرجوا بأقرب وقت من هنايا، لأنو ما عارفينش شنو غيجرى. الأوضاع خايبة، كاين صحارة، كاين مدنيين مسلحين اللي ما كتعرفش واش غيعرفوك من نتا معاهم ولا من العدو. وما كنوجه نداء انهم يحاولوا يسربيو ويعاونونا وما يبقاوش يقولوا ديزانفورماسيون اللي ما كاينينش، دوك الاخبار ان كاين ترند في الانترنت هذا هو الثمن ديالو، داكشي ما كاينش ما يمكنش. ولي كارت هما كيقولوا راه كاينين لي بوس مع هاد القيصه صافي خصكم تخرجوا، ما كاينش هادشي. دابا يلا كاين تنسيق مع واحد الدكتور اللي مسؤول على الاجلاء، عنده شراكه مع الصليب الاحمر، ويلا قال انه كيحاولوا يامنوا هاد الطريق، ولحد الان باقي ما كاين والو. جيهان، يعني نعم جيهان، اعطينا التفاصيل، يعني كيفاش كتعيشوا هاد الحرب وهاد الرعب من الصباح حتى الليل؟ يعني شنو كتعملوا يوميا بهاد الشكل هذا؟ شوف ماشي غير رعب، راه قلت الصحه ورعب وكل شيء. انا ما كناكلوش والله ما كناكلو. ايماجين من الصباح انت فايق وانت كتحاول تقلب على شي حاجه وكتسول صحابك كي دايرين، كي داير الدراري، كي دايرين البنات، واش كلشي فايق مزيان، كلشي مرتاح، واش شي واحد خاصه شي حاجه. يعني يوميا عندنا نفس الحريات، من غير اننا جالسين كنتسناو انت غتفرقع شي بلاصه ونمشيو ثاني نتخبوا. هذه هي العيشه اللي كنعيشوها حنا. انتم المغاربه واش عايشين انتم عايشين في عماره واحده ولا مفرقين في الاحياء ديال سومي؟ لا حنا مفرقين في الاحياء، لانه ما كاينش شي دار اللي غتقدر تجمع العدد كامل. حنا كنا 30 واحد، بقينا في الاخر 26 واحد. موراها دابا زادوا ناس اخرين اللي ما كناش عارفينهم انهم في سومي، يعني ما حاولوش حتى يتواصلوا معنا. دابا زاد دري وبنت اخرى، الحمد لله اننا عرفناهم قبل ما يكون كان شي إجلاء ولا شي حاجة. الحمد لله أنهم حاولوا يتواصلوا معنا قبل وانضافوا معنا في القائمة ديال الطلاب اللي صفتنا الناس زعما المعنية بالأمر، ومازال كنتسناو. يعني راه شوف، واخا نوصف لك هاد الحياة راه ما يمكنش شي كلمة غنقدر نوصفها عليك بها. باقا نقول لك كلشي جاد ديالو تقاطع، كلشي عيا، التحد راه ما كياكل شي حاجه، كلشي باغي غير يخرج من هنايا، وما عارفش ديك الطريق بعدا كيفاش غدوز ولا شنو يجا. دابا الاكثريه كيقول لك الا ما كانش غيجيبوا لينا بيه صافي، كل واحد فينا غادي يدفع حالو ويتحمل المسؤوليه. اللي مات مات، اللي بقى حي تبقى حي. يعني في مثل هذه الظروف انتم الان في مواجهه الموت ممكن نقولوا، يعني شنو النداء ديالك للسلطات سواء في المغربيه او حتى الامميه؟ الفرض هو انه يكون واحد اتفاق ديال وقف اطلاق النار وحد الهدنه معينه من اجل السماح ديالكم بالعبور الامن للحدود. احنا ماشي احنا راه صافي في الموت نفسها، ماشي الموت البطيء، حيت شي واحد كيموت بسلام، هادشي اللي حنا فيه دابا. واحد كيموت موت بطيء كيتسنى غير امتى غيجيو ولا يدخلو عليه ولا يصيفطو له شي صاروخ فوق الدار ولا في الدار ولا شنو غيجرى. انا النداء ديالي يحاولوا
انا عارفه كل دابا كلشي كيحاول يلقى شي حل، يحاولوا يسرعوا هذه العمليه لانه راه ما بقاش الوقت، راه ما بقاش الوقت، خصنا نخرجوا من هنا صافي، ما بقاش الوقت، ما بقاش والو، وعلى الاقل يكونوا مأمنين غير شي طريق اللي فيها هدنه نخرجوا من هنا، لانه غير ذلك راه ما كاينش صافي. ما بقى لينا غير نسلموا امرنا لله ونجلسوا ونتسناو راسنا نشوفوا واش نموتوا ولا نبقاو حيين. يعني وغالب الاحيان اللي بقينا هنا راه نخرجوا جثث تحت فينا، ما غايخرج حي. ونسأل الله تعالى يحفظكم والله يخرج هاد الامور بخير وعلى خير. بطبيعه الحال في مثل هاد الامور ما يمكننا الا نتضامنوا معكم، وكنطلب الله تعالى انه تخرجوا بخير وعلى خير. ولكن اعطيني يعني حتى شرح للناس اكثر، علاش السومي اللي بقات تحت هذا الحصار العسكري؟ علاش؟ واخا النهار الاول اللي كان فيه تفرقع، النهار الاول في خاركوف وفي كييف وفي سومي التران ما كانش خدام، وموراها عرفنا باللي حتى في التران سكة التران كان عطب، يعني كاين شي تقلبيل اللي جا فوق سكة التران. زيادة على ذلك أن التران كيمشي محاذي للحدود الروسية، لأنه مدينة سومي كتواجد 40 كيلومتر على حدود روسيا، يعني هذا هو المدخل الوحيد اللي عندهم على الحدود رأسة. المخارج تاع المدينة كلها محاصرة من الروسيين، يعني المشكل ماشي في في في, في العسكر الأوكراني، العسكر الأوكراني جد طيب وكيساعد، ولكن هو براسه لأنه درنا محاولات أننا نمشيو في الحدود في الخارج ديال المدينة، يعني المخرج تاع المدينة سمعنا بلي صافي كان فيه في الأول كاين الأوكران وراه عاد كاينين الرواسة، مشينا سولناهم واش ممكن الانسان يشد هاد الطريق، كيقول لك باش تشد شدها، ولكن راه ماشي على ضمانتنا، اللي غنقول لك ان الطريق كلها فيها براجات روسيه، وديك الساعه انت انت وزهرك كي كيقولوا، انت وزهرك واش غتكون غادي تيريو فيك، شنو غيجرى ربي اللي عارف، ربي اللي عارف. مدينه سومي محاصره من جميع النواحي، لا ترانات لا طاكسيات لا بوس كيخرجوا من هنا، لا طوموبيلات ممكن يجمعوا الناس ويمشيو. حتى لي كاين اخويا، حتى انا نعست ديك الساعتين ولا ثلاثة السوايع اللي غتنعسها، راه كل مرة كتقفز كتقول راه بحال سمعت شي صوت تاع التقنبيل، كتنوض تفيري فيا شنو جاري، تدخل الانترنت تشوف الجروبات ديال الاوكرانيين اش قالوا، ياك ما قالوا راه كاين شي قنبولة ولا كاين شي حاجة. الاعمار كتراوح من 17 عام، 17 سنة، 17 سنة امر صعيب على 17 سنة الى حدود 30 سنة، يعني 17 سنة. هذا باقي شاب، ربما يلاه بدا كيفتح عينيه على حرب، على قصف، على مدفعيات، على صواريخ، امر ماشي سهل. هذه بنت امها هي اوكرانيه، ياك عمر ديالها 17 سنه، هذه اول سنه ليها هنايا اللي جات فيها، ولكن فاش كتكون عائلتك كلها في المغرب راه كتجيك راسك راه صعيب، مثلا كون كانوا الاهل ديالها كاينين هنايا معاها ماشي مشكل، كتقول راه حنا اصلا ساكنين زعما هنايا، ولكن لا راه تربت هي في المغرب وكبرات في المغرب وتزادت في المغرب، يعني هي مغربية 100%، وعندها 17 عام، يعني طفلة باقا صغيرة موصلاش حتى 18، يلا أول عام ليها. وكيفاش يعني كتواصلوا مع الأسر ديالكم هنا في المغرب؟ كيفاش الوضعية النفسية ديالتهم؟ شوف الأسر إذا كانوا كيعيطوا في النهار كيعيطوا أكثر من 100 مرة، يعني غير ما بين أنك أنت كتحاول تلقى حل وهما الخوف ديالهم، إلا ما جاوبتيهمش راه صافي الرعب، كيقولوا صافي راه واقيلا ماتوا مابقاوش كيجاوبوا، ما كيجاوبوش. الاهالي كاملين كيعيشوا واحد الرعب، ما غنهضرش غير على الاهل، والله كاينين مغاربه كنشكرهم بزاف لانه ما عندهم علاقه بينا لا من بعيد ولا من قريب، وكلهم والله كيبكيو محروقين علينا، وهادشي راه كيفرح مني كتشوف ناس ما عندك بينهم حتى علاقه وقتلهم وقلبهم عليك وكيسولوا فينا وكل شيء. والله عندنا واحد الإنسانية الحمد لله في المغرب، واحد التضامن ما شاء الله ما شاء الله، حتى نشكر أي واحد كيدعي معانا وأي واحد كيسول فينا، يعني شوف حنا في حرب ما عارفينش راسنا حتى
نحتاج نخرج من هنا ولا لا، ولكن ملي كتسمع واحد الكلمة طيبة من واحد الناس والله العظيم راح كتقويك لواحد الدرجة والله خويا منى ما كتصورها. غير في ان الانسان كي كتلقاه كاتب لك شي حاجه زوينه كيقول لك ما تخافوش ربي معكم، حنا راه كندعيو معاكم وتعاوينا معاكم، واللي كيقول لك شوفي عفاك قولي هذا الحديث ولا قولي هذا الدعاء بقيت رضيه وربي راه غيكون معاك. يعني كتحس براسك راه عندك ناس كتار ولاو بحال الاهل ديالك كيسولوا فيك زياده على الاهل ديالك اللي تا هما جالسين وكيبكيو وخايفين. احسن نقول لك من جميع النواحي الموضوع صعب بزاف بزاف. انا راه اليوم صافي الصوت ديالي ما بقاش، ان شاء الله ما بقاش قادر احسن هضر والله العظيم عييت عييت صافي. كنتمنى كل نهار عرفتي داك الامل اللي كيولي عندك زياده على الحرب، امل كل نهار عندك امل ان غدا راه صافي غيكون الحل. ليه تاني ما كيكون والو ترجع من جديد كتسمع تاني غدا غيكون حل. تا هادشي كيزيد يدمر الانسان، كنتمنى ما يبقاوش يحطوا شي شائعات ولا لا راه كاين تران لا راه كاين لبوس، هادو ما كاينينش. اللي بغا يقلب بصح على هادشي يدخل السيت ناسيونال ديال اوكرانيا ديال ليتخان وغيشوف الخريطة ان مدينة سومي بالاحمر، المدن اللي بالاخضر خدام فيهم تران، مدينة سومي ونواحيها كلهم بالاحمر ودايرين فيهم علامة ستوب. الحل الوحيد اللي كيكون في جميع الحروب يعني اللي مستعمل في جميع الحروب هو كاين هيئة تسمى بالصليب الأحمر، اللي هي واحد الناس كيساعدوا فيهم أطباء فيهم بزاف الناس ياك. هادو هما الوحيدين اللي إلا شدوا الطريق ما كيكونوش معرضين للقصف، كيكون عندهم حماية محميين دوليا محميين يعني في أي حرب في أي بلد كانت. داكشي علاش حنا كنستنجدو بيهم لأنهم الوحيدين اللي ممكن يخرجونا من ده. يعني إلا ما كانوش حافلات اللي مؤمنة مؤمنة تفتهم الصليب مؤمنة من طرف الصليب الأحمر والجمعيات اللي كتحاول تساعد الناس اللي هنايا، لأن الصليب الأحمر ما كيساعدش غير الناس الأجانب بل كيساعد جميع الناس المدنيين الموجودين في هاد البلاد. فهمتيني هما الوحيدين اللي قدروا يأمنوا لينا لبس ويأمنوا لينا طريق، لأنه حتى لبس ما كاينينش في المدينة ما كاينش والو. هذا نداء للسلطات المغربية وأيضا حتى يعني السلطات ديال الأمم المتحدة من أجل توفير واحد المعبر آمن لهاد الطلبة، وماشي غير نتوما ربما حتى أجنبي حتى يعني جنسيات أخرى أختي جيهان. لا أكيد 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 يعني جميع الجنسيات. هنايا راه كاين حنا نقولوا دابا حنا حوالي 30 طالب مغربي، كاين أكثر من 170 ولا 180 طالب عربي من مختلف الجنسيات العربية. كاين هنود اللي تاهم العدد ديالهم يتفوق 100 شخص، كاين أفارقة يعني في سومي على الأقل غيكون واحد 2000 ولا أكثر من عدد الطلاب من مختلف الجنسيات اللي متواجدين دابا في هاد المدينة وكلهم محاصرين. نعم، ارسلت لنا فيما قبل صور ديال الملاجئ لي سوسول يعني والوضعيه اللا انسانيه اللي كاينه، هذا حتى هو امر اخر كيزيد يعني في الانهيار النفسي والضغط النفسي عليكم شيء طبيعي. المشكل الملاجئ ما نساوش انها ملاجئ قديمه يعني من وقت الاتحاد السوفيتي، يعني قديمه جدا جدا جدا، يعني كتبعت الابواب ممكن يكونوا بالخشب وراشين، يعني هناك خطر جميع الأحوال. كنتي في الدار ولا كنتي في الملجأ صحيح أنه كيكون عنده طريقة البناء ديالو كتكون كتحمي الإنسان في حالة حدوث حرب ولا قصف، أنه خطر العمارة كاملة كيبقى عندك مخبأ لتحت فيها، والباب ديال المخبأ أو الملجأ كيكون على الشارع العام يعني ما كيكونش من العمارة نفسها. نعم. بحال الشقق. نعم. فهمتي؟ ومن غير الملاجئ راه كل ليلة يعني كنتعرضوا انهم كيكونوا مضطرين يطفيو الانوار بالشوارع. انا دابا جميع النوافذ ديال الدار
لك الالومنيوم اي حاجه بقيتها في الدار ممكن لصقها بالسكوتش لصقتها، حيت خطر فهمتيني، الخطر ديال بصح بالدوره ما كنشعلوش. مشيت دابا راه دايره الكارطون وكلشي، انا ما شعلوش الضو. هذيك النهار فاش هضرت معاك راني قاعده في الدار بالنهار وما شعلوش الضو، ما نقدرش نشعلو، ما نعرفش شنو يقدر يجرى. والشوارع في الليل راه تما كيطفيو فيهم الضو، يعني حتى ديك الفرصه انك باش تمشي للملجا راه ما كتوصل، حتى ربي كيغفر لك جميع الذنوب ديالك. الحمد لله وصافي، هو الحمد لله، الحمد لله في جميع الاحوال. قطاع الطرق في الليل كيكونوا قطاع الطرق، يعني ما يسموا شفارة، شفارة في الليل، يعني هاز معاه السلاح ديالو وشوف مين جابو، ولا هاز معاه شي حاجه اللي ضربك بها، ولا المهم ما كتعرفش شنو الانسان يقدر هاز، يكون هاز معاه باش يهدك. لانه في مثل هذه المحطات ديال الحروب جميع القوانين ما كتبقاش، وبالتالي كتكون السيبه، كتكون اللصوصيه، كيكون القتل، كيكون السرقه، يعني هذه الامور هذه كلها منتظره. صحيح صحيح. بطبيعه الحال كنتمناو الله يحفظكم. ما كيبقاش قانون، ما كاينش قانون في الحرب، كيبقى الاقوى. شكرا جيهان، كنتي معنا وانت طالبه من سومي، المنطقه الحدوديه مع اوكرانيا مع روسيا، تحت القصف وتحت الامور هذه كلها. كنتمنى الله تعالى يحفظكم. شكرا جزيلا اختي جيهان. شكرا شكرا اخويا. شكرا مرحبا. شكرا مرحبا.